السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم. التجارة الإلكترونية زيها زي أي مجال، فيها ناس بتنجح وفيها ناس بتفشل. الناس اللي بتنجح في التجارة الإلكترونية، في ناس بتقدر تحقق مبيعات توصل مثلا أو أرباح 100 دولار يوميا، وفي ناس بتحقق 1000 دولار يوميا، وفي ناس بتحقق 10000 دولار يوميا، وفي أكتر من كده كمان. مش عايز أقول أرقام علشان ما حدش يفتكر إني ببالغ، لكن في أرقام بتوصل لل 100000 دولار في اليوم، وللبعض بيحقق ارقام كمان يمكن اكتر من كده. ده حول العالم، علشان وبنتكلم هنا عن متاجر الكترونيه صغيره، يعني مش بنتكلم عن الجاينتس زي سوق والحاجات دي، احنا بنتكلم عن متاجر الكترونيه صغيره ومتوسطه زي اللي احنا بنحكي عنه. طيب، زي اي مجال في ناس بتنجح وفي ناس بتفشل. طيب، الذكي هو اللي يقدر يعرف اسباب النجاح واسباب الفشل علشان يتجنب اسباب الفشل ويشتغل على اسباب النجاح. والطريقه الافضل انك تعرف بيها اسباب النجاح واسباب الفشل في اي مجال هو التجارب الاخرين. دي احسن طريقه. شوف الناس اللي عملت الموضوع ده قبلك، وشوف اللي نجح فيهم واللي فشل. اللي نجح تقدر تاخد منه الحاجات او الاسباب اللي كانت سبب في نجاحه، واللي فشل تقدر برضو تعرف اسباب فشله وتتجنبها. وانا هنا من خلال التعامل السنين اللي فاتت في التجارة الالكترونية والمتاجر الالكترونية كتير اللي انا شفتها وقدرت اتواصل مع اصحابها واساعدهم، والمتاجر اللي انا عملتها وشغلنا في اكسباند كارت، من خلال كل الحاجات دي انا لاحظت اسباب كومن، يعني متكررة ودائمة في الأشخاص اللي بتفشل، وهقول لكم عليها علشان نقدر نتجنبها كلنا. طيب، أول حاجة السبب اللي هو الشائع، تمام، إن الكتير من الناس بيبدأ يعمل متجر إلكتروني، يختار بعض المنتجات، بيستخدم أي وسيلة للحصول على المنتجات، لو هو كان عنده أصلا منتجات أو بيعمل مخزون خاص أو بيستخدم الدروب شيبينج، أي وسيلة، وبيبتدي يعمل حملات دعائية إعلانية ممولة على الفيسبوك أو غيره، وبعدين يلاقي إن مفيش نتائج كويسة فخلاص يوقف بعد ما يكون صرف فلوس كتير جدا على الإعلانات وعلى الحاجات دي وعمل مجهود كبير. الفكره هنا في ان هو عمل في مشكلتين عند الشخص ده. اولا انه كده شغال بدون دراسه، يعني مش محدد ومش عارف هو المفروض يحط ايه ميزانيه وامتى يوقف وامتى يزود البادجت، وماشي بطريقه مش مخططه. فده السبب. السبب التاني هو انه هو عمل كويت في مرحله الاختبار، ان هو استسلم في مرحله الاختبار. اي مشروع في الدنيا وانت في الاول، المرحله الاولى أو الايام الاولى او يمكن الاشهر الاولى كمان، هي مرحله الاختبار، ودي اهم مرحله في اي بزنس في الدنيا، انك بتختبر. وبالنسبه للتجاره الالكترونيه، فانت روح التجاره الالكترونيه هي المنتج، فانت بتختبر المنتجات، يعني بتشوف ايه هي المنتجات اللي هتنجح، المنتجات اللي هتجيب نتيجه. والطريقه الوحيده عشان تقدر تعرف ده هي التجربه. انت بتقدر تعمل بحث في الاول، وده احنا اتكلمنا عنه وممكن نفصل فيه، عشان تقدر تستشف ان قبل ما تبدا ان المنتج ده هيحقق مبيعات كويسه، تمام. لكن انت ما عندكش دليل قاطع على ده الا بالتجربه. طيب، التجربه بقى الصح هي ايه؟ ريسك مانجمنت، ان انت بتجرب بشكل مدروس، مش بتجرب كده وخلاص فتلاقي نفسك خسرت فلوس والدنيا باظت منك فتلاقي نفسك استسلمت وسلمت للموضوع دوت، وغيرك ما عملش كده ونجح وما تبقاش فاهم ليه. يعني تلاقي واحد تاني غيرك عمل نفس اللي انت عملته من وجهه نظرك وحقق 1000 دولار في اليوم مثلا، بقى يكسب كده، تمام. طيب، ايه بقى الحكايه؟ الفكره انك في الاول في مرحله الاختبار دي بتختار عدد معين من المنتجات، ما يقلوش ابدا بحال من الاحوال عن 10 منتجات، وانا رايي انك تحاول تخليهم 50 منتج مثلا، منتجات مختلفه لكن في نيش ماركت واحد، يعني متخصصه في حاجه واحده زي ما اتكلمنا قبل كده على التخصص بتاع المتجر الالكتروني. بتختار نيش ماركت معين وتبتدي تحط المنتجات، اختار 50 منتج فما فوق، ده رأيي. ولو ما انتش قادر تعمل كده، على الأقل على الأقل خالص 10 منتجات، ما ينفعش أقل من كده، 10 منتجات. طيب، هتعمل إيه بقى؟ أنت بتعمل حملة دعائية لكل منتج زي ما احنا شرحنا قبل كده في الفيديو الخاص بإعلانات الفيسبوك وإزاي تعملها بشكل مظبوط، وهحط لك الرابط برضو تحت الفيديو ده. فأنت بتعمل لكل منتج حملة دعائية. طب الحملة الدعائية دي مدتها قد إيه وميزانيتها قد إيه وإمتى أوقفها وإمتى أزودها؟ هي دي بقى الأسئلة اللي منها بتدير الموضوع بشكل صحيح. أولاً إحنا عملنا على 10 منتجات مختلفين في نفس النيش، يعني في نفس المجال بتاع المنتجات، يعني أنا مثلاً شغال في الصيد
منتجات الخاصة بالصيد، منتجات الخاصة بالكامبينج، منتجات الخاصة بالجوالات أو إكسسوارات الجوالات، ده اسمه نيش ماركت. وبعدين حددت منتجات معينة وهبتدي أعمل الدعاية بتاعتي عنها، وبنعمل الدعاية لمنتج لكل منتج على حدة. فإحنا على الأقل لازم نبدأ ب 10 منتجات، ده أقل حاجة. واللي أنا بنصح بيه إنك ابدأ من 50 منتج فما فوق في البداية بالذات عشان بتجرب. اللي بيحصل كالآتي: إن أنت بتحط ميزانية $5 يوميا لكل حملة دعائية، وبتسيب كل حملة دعائية من يومين لثلاث أيام بالكتير، ماكسيموم 3 أيام. يعني هتصرف كده من 10 ل $15 على كل منتج. انت ايه ال $15 دول؟ انت بتعمل بيهم ايه؟ انت بتشتري بيهم المعلومه، بتجيب بيهم المعلومه، بتجيب الداتا اللي هي انك بتعرف المنتج ده هيبيع ولا مش هيبيع. فانت هتلاقي لو انت مثلا حطينا 20 منتج، فهتلاقي ان في زي ما شرحنا قبل كده، لو هم مثلا 20 هتلاقي مثلا 3 او 4 منتجات حققوا مبيعات كويسه جدا، والباقي حققوا منتجات مبيعات متوسطه، وبعد كده ما تلاقيش، وبعد كده في منتجات تانية مش هتلاقي حققت مبيعات خالص، ده امر طبيعي جدا، او حققت مبيعات قليله جدا تكاد تكون خسرتك. فالمنتجات اللي ما حققتش مبيعات دي هتوقف الحملات الدعائيه بتاعتها، ما تفضلش تحاول فيها، لان هي كده المنتج ده ما نجحش معاك. هو طبعا ممكن ينجح لو انت استمريت في المحاولة، لكن في البداية ما تعملش كده. في البداية امسك في المنتج اللي نجح. عشان تقدر توصل لمنتج نجح لازم تجرب في عدد كويس من المنتجات، والتجربة تكون مدروسة. زي ما اتفقنا هم يومين لثلاث ايام في الحملة الدعائية بتاعت كل منتج، اللي تكون عاملها صح وتكون حاطط وصف المنتج بشكل مظبوط زي ما شرحنا قبل كده. خلي بالك ان انت لو مش عامل الحملة الدعائية صح ومش عامل وصف المنتج بشكل مظبوط، فاحتمالية ان انت عندك منتج ينجح بتكون ضعيفة. في معلومة برضو تانية نقولها سريعا، ان غالبا في بعض الناس بيبقى 80% من ارباحه جاية من منتجين، وهو عنده 200 منتج. 80% من الارباح بتاعته جاية من منتجين اتنين بس، وهو عنده 200 منتج مثلا على المتجر الالكتروني بتاعه. فالراجل دوت والارباح اللي بنتكلم فيها هنا ممكن تكون كبيرة جدا، يعني ممكن يكون بيبيع ب 10,000 قطعة مثلا من المنتجين. فتاني نقول ان في البعض بيبقى عنده منتجين بس، ممكن من اصل 200 منتج عنده على المتجر الالكتروني بتاعه اللي بيحققوا 80% من ارباحه. فالشخص دوت لو ما كانش وصل للمنتجين دول كان هيبقى فشل، بس هو وصل لهم ليه؟ لانه جرب عدد كويس بشكل مدروس. فانت حط ميزانية معينة اللي تقدر تتحملها، واعمل زي ما انا قلت لك، ان شاء الله هتبقى من الناس اللي نجحت مش من الناس اللي فشلت. الحاجة الاخيرة الصبر، ده شيء معروف انك لازم تصبر على اي شيء، بس تصبر بعقل، تصبر بشكل مدروس، مش تصبر كده وخلاص. لازم انت ماشي في اتجاه معين، في خطة معينة، عارف انت رايح فين، فبالتالي كده انت بتصبر بس بشكل مدروس. فاصبر، لان حط في دماغك انت لو انا نجحت وحققت $1,000 يوميا، هل مش من الطبيعي ان انا افضل استمر في المحاوله لاشهر في الموضوع ده بس بشكل مدروس؟ طبعا وعلى فكره انت مش لازم تقعد اشهر، في البعض بيقدر يحقق النجاح بعد اسبوع لما يمشي الخطوات دي صح. حطينا ابتدى ب 50 منتج مثلا، عمل الحملات الدعائيه بتاعته ل 50 منتج بشكل مظبوط، وحط الوصف بشكل صحيح، وابتدى يعمل الاعلانات دي وتابعها، وبعد اول يومين قرر يوقف بعض الاعلانات وضاعف ميزانيه بعض الاعلانات الاخرى، وفضل يضاعف الميزانيه في الاعلانات او المنتجات اللي بتنجح لغايه لما وصل للارقام اللي هو عاوزها. ده كل دوت ممكن يحصل في شهر او اتنين. لو ما جاتش معاك بسرعه استمر في المحاوله بس بشكل مدروس. شكرا، وارجو ان تكونوا استفدتوا ان شاء الله من الفيديو ده، ونشوفكم في فيديو جديد من اكسباند كارت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.